ننتقل إلى العاصمة السعودية الرياض، نتحدث إلى التحالف. معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي. مساء الخير سيادة العميد، وأهلا بك في هذه النشرة. دعنا نتحدث عن التفاصيل في البداية. التحالف دائما يبذل الجهد لصد هذه الهجمات، ما الذي يميز هجمات هذه الليلة؟ وأيضا ما هي المناطق التي استهدفتها الميليشيات الحوثية أو حاولت استهدافها بتعبير أدق؟ أهلا وسهلا، مساء الخير وشكرا على كرم الاستضافة. ما يميز الهجمات أنها هجمات إرهابية بالتأكيد، هذا هو امتداد لسلوك الميليشيا الحوثية في محاولة استهداف المدنيين. حقيقة التحالف ليس فقط يبذل جهود، نحن لدينا القدرات على التعامل مع هذه التهديدات. قيام قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية في التعامل مع هذه التهديدات المتزامنة بإطلاق صاروخ باليستي على العاصمة الرياض، وأيضا محاولة استهداف عدد من الأعيان المدنية في عدد من المدن السعودية بالمنطقة الجنوبية، هذه احترافية في التعامل مع مثل هذه التهديدات كما ذكرت المتزامنة. طيب، هل هناك ما يعني يمكن الحديث عنه هذه الليلة من زاوية المحاولة الحوثية لربما إشغال قوات التحالف أو قوات الصد الجوي من خلال زيادة عدد هذه المسيرات؟ طبعا اذا نظرنا لسلوك الميليشيا الحوثيه في اطلاق الصواريخ البالستيه او الطائرات دون طيار، لا شك هذا له علاقه بالاوضاع السياسيه بالمنطقه، املاءات الجنرالات الذين يتحكمون في الامور في العاصمه المحتله صنعاء، ايضا العمليه الهجوميه والتي تحاول الميليشيا الحوثيه والان تقريبا اكملت ما يقارب 3 أسابيع. هذه الإطلاقات تعكس خسائر الميليشيات الحوثية على الأرض. هناك أرقام مؤكدة، وهذه المرة الأولى نعلن عنها، هناك أكثر من 3000 قتيل من عناصر الميليشيا الحوثية في العملية الهجومية على مأرب. لا شك هذه عملية إرهابية على مأرب، تستهدف المدنيين، تستهدف النازحين في مدينة مأرب، تقوض كافة الجهود السياسية سواء من البعوث الخاص أو من الجهود الدولية في الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن. طيب، إذا ما أردنا الحديث عن رد فعل متوقع من قبل قوات التحالف، دائما تحتفظون بحق الرد أو تقدمون على هذا الرد، هل هنا أو هل يكون الحديث عن هذا الرد الآن أو من المبكر الحديث عن هذا الرد في هذه الأوقات؟ سياسة التحالف لا تعتمد على ردة فعل. نحن نطبق القانون الدولي الإنساني، لا يزال التحالف يملك المبادرة في التعامل مع الميليشيات الحوثية على الأرض، أيضا هناك كفاءة عالية في رصد الطائرات بدون طيار، أيضا التعامل مع الصواريخ البالستية لحماية المدن، لحماية المدنيين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية. نحن اليوم كما أعلننا في اعتراض الصاروخ البالستي على مدينة الرياض، أعلننا أن هناك طائرات بدون طيار تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية، لدينا الكفاءة، لدينا القدرة على متابعة هذه الطائرات وأيضا تحديد أماكن هذه الطائرات. لدينا المبادرة، لا نتحدث عن ردة فعل. إذا كانت الميليشيات الحوثية تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية، نحن لا نستهدف الأعيان المدنية، نحن نرد على الميليشيا الحوثية وفي الميدان كما ذكرت سابقا في مقابلة مع العربية. هناك كما ذكرت أكثر من 3000 قتيل في عمليات التحالف لدعم الجيش الوطني اليمني في مأرب. نحن لدينا الصبر التكتيكي، لدينا الصبر الاستراتيجي، ونتعامل مع هذه الأمور بكل حكمة. لا زلنا نملك المبادرة، ولكن كما ذكرنا سابقا المدنيون خط أحمر لا سمح الله في حال وقوع أي إصابات بالمدنيين. سيادة العميد، هل هناك أرقام محددة يمكن الحديث عنها الآن لعدد المسيرات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية؟ إلى الآن كما ذكرت أنه لازمنا نتابع بعض المسيرات التي أطلقتها الميليشيا الحوثية. الليلة تمكننا والله الحمد من اعتراض وتدمير وصد كافة الهجمات الإرهابية من الميليشيا الحوثية. مجموعة طائرات بدون طيار 526 طائرة بدون طيار، الصواريخ البالستية
346 صاروخ باليستي، وليس هناك أي دولة في العالم أو في التاريخ العسكري أو في حتى الجماعات الإرهابية، الميليشيا الحوثية هي الجماعة الإرهابية الوحيدة التي تمتلك الصواريخ الباليستية وأيضا الطائرات دون طيار بدعم من الحرس الجمهوري الإيراني. نحن تفوقنا في هذا الجانب للتعامل مع مثل هذه التهديدات وصدينا كافة المحاولات الإرهابية للميليشيا الحوثية. طيب سيدة العميد، خلال ردكم في هذه النشرة ربطتم بين الهجمات وأيضا الجهود التي أو النجاحات التي تحققها قوات التحالف والمقاومة والجيش اليمني في مأرب. هل يمكن وضع سياق هذه الهجمات أو مدى حدتها هذه الليلة بالخسائر التي تتكبدها الميليشيات؟ كما ذكرت، هو جانبين يتعلق بأسلوب الميليشيا الحوثية. في هذا الجانب هناك ربط من قبل الحرس الجمهوري الإيراني في ربط الملف اليمني بالمتغيرات السياسية الدولية الحالية، وأيضا يعكس وضع الميليشيا الحوثية على الأرض. تعودنا على الأسلوب هذا، كان في سابقا هناك إطلاق 7 صواريخ باليستية على مدن سعودية في العام 2018، كان هناك محاولة لإطلاق عدد 9 صواريخ باليستية في وقت سابق أيضا. لدينا رصد لأسلوب الميليشيات الحوثية في محاولة التأثير على المدنيين وأيضا محاولة الاعتداء على الأعيان المدنية، سواء كان بهجمات إرهابية واعتداءات متزامنة باستخدام الصواريخ الباليستية أو بالطائرات دون طيار. طيب سيد العميد، يعني اسمح لي أيضا أن أسألك عن لربما الخطوات التي سيقدم التحالف على اتخاذها مع الجهات الدولية. هناك دائما توثيق لهذه الهجمات بطبيعة الحال خلال المؤتمرات الصحفية. هل سيتم عقد هذه أو سيتم توثيق هذه الهجمات، وما الجهات التي ستتواصلون معها لعرض هذه التفاصيل والتحقيقات؟ طبعا الإعلانات من قبل التحالف هي بالدرجة الأولى للرأي العام. هناك ثقة كبيرة من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، وهذا جزء من درجات التواصل في الإعلان عن العمليات العسكرية. المنظمات الدولية، هناك إجراءات سياسية، هناك الإعلانات من قبل التحالف، وهناك اطلاع أيضا من الشركاء الدوليين في مثل هذه الاعتداءات. نتشارك مع شركائنا الدوليين في الفهم العميق لتهديد الميليشيا الحوثية باستخدام الصواريخ الباليستية وأيضا الطائرات دون طيار، وكذلك التهديدات البحرية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. كل الشكر لك سيادة العميد على هذه المعلومات. من العاصمة السعودية الرياض حدثنا المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي.